واش خويا ايوب كنبغي نبارك لك 10 كارت تستاهل 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 حيت راك خدام من نيتك، وكنبغي نقول لك انت من احسن الاصدقاء اللي تعرفت عليهم بلا صباغه، راك من احسن الاصدقاء اللي تعرفت عليهم، وشكرا لك بزاف على كاع المساعدات اللي كنتي كتعطيني. المهم تستاهل 10 كا، وان شاء الله عقبال 20 كا و100 كا و200 كا و300 كا و400 كا و500 كا و600 كا و700 كا و800 كا و900 كا و100 و1 مليون 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون. لا والله تستاهل بلا صباغه، وكيب جوين، نقول لك منا عمرك تحبس و بيس عليك. بايها بزين، مبروك عليك 10,000 ابوني وان شاء الله اكثر، والمهم كل المهم ان شاء الله يكون الخير في هذا 2018 وكذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صراحة لم أجد كلمات سأبدأ بها هذا الفيديو، لم أجد كلمات تعبر عن الشعور الذي أشعر به الآن، لم أجد كلمات لشكركم على دعمكم. وصلنا اليوم إلى أكثر من 10,000 صديق على القناة، وهذا كله بفضل الله ثم بدعمكم. لولا هذا الدعم لما استمررنا ووصلنا إلى هذا العدد، فشكرا لأي شخص دعمني ودعم قناتي، شكرا لأي شخص ساهم في نشر فيديوهاتي، شكرا لأي شخص وضع لايك لها، وشكرا لأي شخص وضع تعليق تحفيزي عليها. كانت مسيرة الوصول إلى 10,000 مشترك مسيرة صعبة، وذلك بعد سنة وخمسة أشهر من نشر الفيديوهات، حيث استطعنا الآن رفع أكثر من 180 فيديو على القناة. 180 فيديو ليس بالشيء السهل، وكذلك 10,000 شخص ليس بالعدد الهين، خصوصا وأن قناتنا قناة تقنية. والمغزى من هذا الفيديو هو أنك ستصل لأهدافك وتحقق أحلامك إذا كانت لك الرغبة والإرادة، وإذا عملت جادا وجاهدا للوصول إليها، سواء كانت متعلقة هذه الأحلام باليوتيوب أو بالإنترنت، أو سواء كانت متعلقة بحياتك الشخصية الدراسية أو العملية. سأختم هذا الفيديو بشكركم مرة أخرى على كل ما قدمتموه لي ولقناتي، وسأقول لكم بأنه مهما حاولوا تحطيمنا سنستمر معكم دائما، وبدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم سنصل إن شاء الله إلى أكثر مما وصلنا إليه الآن، الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.